مساء الخير، حجرب معاكم كيكة دريم ويب. في البداية هحتاج لأربع بيضات، ثلاثة أرباع سكر، كوب من كريمة الخفق. هذه هي كريمة الخفق، أخذت منها كوب يعني بمقدار 250 ملي. هحتاج لنص كوب زيت، ملعقتين صغيرة بيكنج بودر، ملعقة كبيرة فانيليا، وعندي رشة ملح أو ذرة ملح، وظرفين من الدريم ويب. في خلاط الكيك حطيت البيض وحطيت السكر والفانيليا، هخلطهم تمام بسرعة متوسطة إلين يتضاعف حجمه. بعد ما اتضاعف حجمها وشوف كيف صار لونها ابيض، حبدا اضيف الزيت بالتدريج، وطبعا بعد ما خفق سرعه الخلاط بضيف الزيت كانه خيط، شايفين على شكل خيط، بالتدريج. بعد ما اتجانس الخليط مع الزيت خلاص ما هحتاج الخلاط، حبدا اضيف المكونات الجافه واخلط بالملعقه السيليكون. قبل ما أضيف المكونات الجافة حضيف نص كمية كريمة الخفق، وحضيف نص كمية المكونات الجافة، وحقلب على شكل دائرة ونص، دائرة ونص إلين تتجانس. بعد ما خلطت النص الأول دحين حضيف النص الثاني من كريمة الخفق والنص الثاني من المكونات الجافة وأخلط بنفس الطريقة. خلاص، وبنفس الطريقة أخلط دائرة ونص إلين تتجانس المكونات. حضيف الخليط في صينية مدهونة وأدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة. ما شاء الله، هذه كيكة الدريم ويب بعد ما خرجت من الفرن، باقي بس أقلبها وأقطعها وأجهز القهوة. الصينية السودا دي بالعادة تحرق لي شوية الكيكة، فدايما أحط تحتها صينية فضية زي كده ألمنيوم وأدخلها الفرن من غير موية. الكيكة مرة مرة لذيذة والله، مرة طعمة، لا تفوتكم، ضروري ضروري تجربوها وتقولوا لي رأيكم.